مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. إن شاء الله النهاردة نعمل مهارات جديدة، وصفات يا رب تنول الإعجاب. بما إن لينا أصدقاء كتير بيحبوا الطعمية قوي، النهاردة إحنا هنعمل الطعمية بالحمص للمحبيها. إحنا عملناها قبل كده الطريقة المصرية بتاعتنا بالفول المدشوش، ولكن عايزين نعملها النهاردة ونراعي فيها نسبة الزيت، مش عايزين نقلي. فاحنا هنشوف ايه الجديد اللي ان شاء الله نعمله النهارده، وممكن تبقى فكره بديله معلش عشان صحتنا. هي فكره اقتصاديه وفكره هتدي طعم للحاجه برده، مش هتقول لا، وفي نفس الوقت هتبقى لمرضى الكبد، الناس اللي عندهم مشاكل في نسبه الكوليسترول، الناس اللي بتتعب من الزيوت والمقليات زي مرضى السكر، هتبقى اخف. فخلينا كده نقول بسم الله، نعملها بطريقه بسيطه، نعمل اسهلهم اسهل الطرق يعني، وبعدين نبقى نعمل اصناف كتير وان شاء الله واحنا مع بعض. وطبعا اللي حضراتكم عاوزينه بس قولوا لي عليه، واحنا ان شاء الله ننفذه في اقرب فرصه. طيب عندي كب كيك الفلافل السوري، نص كيلو من الحمص، انا بنقعه من بالليل تاني يوم لانه بحط معاه نص معلقه من البيكربونات الصودا او البيكنج صودا، بغير الميه ممكن مرتين خلاص. بصلة صغيرة، فصين ثوم، بقدونس، عندي نعناع أخضر، عندي كمون، وعندي كزبرة حب، وعندي ملح وفلفل، ومعلقة من كربونات الصوديوم. دي بتتحط قبل لو هنقلي، لو في حالة إن حضراتكم هتقلوا. وعندي مية وعندي سمسم. في ناس يعني بتحب قوي إنها تحط لها سمسم، في ناس يعني هي الطريقة اللي إحنا عرفناها، في ناس بتعملها بالشكل ده. اللي عايز بقى ما يحطش سمسم، يحطها سادة، يحط عليها كزبرة من على الوش، ماشي مفيش مشكلة. طيب خلينا الأول نروح هناك عند الكب. إحنا طبعا نقعين الفول هنا شوية، ناخد منه شوية، إحنا مش عايزين نعمل كمية يعني كبيرة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، هما هناك ما بيعملوش خضار كتير، بيحطوا كمية خضرة مش زينا، حتى البقدونس شوية كده كبشة قد ملو الإيد، يعني مش بيعملوها بنسبة كبيرة من الخضرة زينا. بيحطوا كمان يعني نعناع جميل معاها قوي، وبعدين هنعمل لكم مفاجآت إن شاء الله برضو بالإيه، يا رب بس يكون ده اتنقع كويس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. منقوع بقاله قد ايه ده يا محمد؟ بقول له منقوع بقاله قد ايه ده يا محمد؟ قال لي من امبارح. كنت لسه هقول لكم بقى معلومه، ان الحمص البلدي بياخد وقت في النقع اكتر من الحمص الايه؟ الصيني. حباته كمان بتبقى اصغر، بياخد وقت اطول، التاني ممكن يقعد ساعتين معانا ينفش على طول ويطلع وتلاقوه طري. بصوا ده انا ماسكاه حبيته شويه ايه؟ قاسيه سنه يعني، قاسيه سيكه. بصوا هي بس مش زي التاني. طيب هناخد البصل، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا ام اسلام، صباح الفل. صباح الهنا حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح قلبي؟ اقول لك مني انا بقى كمان. حبيبتي عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا رب دايما. جميله طبعا، ولما تقليها كده ريحه سخنه ايه مش قادره بقى. هو القلي ليه مذاق خاص، بس احنا النهارده مش عايزين نقليها بقى. طب هتعملي ايه؟ هنعمل مش عارفه، فكري كده وقولي لي رايك ايه. طيب انا على العموم انا بحبها محمره. يا خبر ابيض، ده انا احمرها مخصوص والله. ربنا يخليكي حبيبتي، تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي وربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا نور عيني. عايزه اقول لك والله مدام ثريا كانت بتحاول امبارح كتير قوي تكلمك، مش عارفه توصل لك من يا حبيبه خالص. قلبي يا جماعه التليفونات احنا بس والله بيبقى غصب عننا، لكن مدام ثريا يعز علينا حاجه تكلميني من استراليا ومش عارفه توصلي لي. ومدام سميره برضو في كتير قوي والله بيحاولوا يكلموك. ان شاء الله ان شاء الله يتيسر الخطوط ويبقوا عارفين يوصلوا لي بكل سهوله باذن الله. ما هي ندى بتقول لي ان الخطوط صعبه قوي. دي حقيقه، لكن ان شاء الله يسعدني سماع صوتك. وتحيه لحضرتك يا مدام ثريا والمدام سميره،
بجد والله كفايه ذوق حضرتك واهتمامك بسماع يعني صوتك في البرنامج. انت عارفه ان انت غاليه عندنا ربنا قوي قوي يخليك والله. حبايبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا ام اسلام ربنا والله. يبارك لك يا حبيبه قلبي، تسلمي. وشك ما بين ايدك يا رب. امين يا رب امين. ربنا احنا وانت حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج هيوصل يا حبيبه قلبي، ما يا تحرمش قلبي منك ابدا ولا من يا حبيبتي. اتصالك. شكرا ليك يا شكرا ام يا قلبي، اسلام، شكرا يا نورتينا حبيبي، وشرفتينا حبيبتي، في حفظ الله. وبلغي سلامي لست أمينة لو سمحتي، لست أمينة بلغيها سلام. حطينا الثوم، هنحط كام واحدة كزبرة حب، حطيت الكمون، حطينا شوية فلفل في النص كده. يا سلام لو محمصة بقى، عارفين الحاجات اللي الواحد بيعملها بمزاج كده على الهادي. ناخد شوية بقى ملح، أنا حطيت فلفل. كده كفاية، وندوق ونشوف الدنيا فيها ايه معانا برضو. بسم الله. بس اقلب الريحه تجنن. ما شاء الله، ده كفايه كده على النعناع بس وشويه حاجات بسيطه، احنا ما حطيناش كل الخضره زي بتاعتنا، بس بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى انا ليه حطيت شويه ميه سخنه، لانه النوعيه دي من الحمص ناشف. شوفوا على حسب بقى كل واحد جاب منين، ناشف وصغيره ومش راضيه تطرى، على الرغم انها بقى لها ليله اهو 24 ساعه، الا انه ممكن ياخد اكتر من ليله، يعني الحمص ده ياخد اكتر من ليله. فنخلي بالنا بقى في اختيار انواع الحمص عشان نبقى ايه على ميه بيضه للبنوتات اللي لسه بتبدا تعمل. انا اديتها شويه ميه اديله قوام يبقى زي المعجون عشان يمسك معايا. ماشي بسم الله. معانا براء، اول مره اسمع الاسم ده، اهلا بيكي يا براء، واهلا بيكي وباهل انا. اتفضلي حبيبتي. اهلا بيكي يا كيفه عظيمه، انا بحبك جدا والله يا حبيبه قلبي، احبك الذي احببتني فيه يا رب. وايه الاسم الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله، عاشت الاسامي بنت اللي جميله والله. الله يسعدك حبيبتي، اسم جميل ما شاء الله حقيقي بجد والله. قولي لي حبيبة قلبي. أنا بحبك جدا وبحب برنامجك وطبيخك بصراحة، أنا يعني سنة أولى مطبخ وبتفرج عليكي على طول. حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا رب، أسعدتيني وشرف ليا متابعتك والله. تسلمي لي حبيبة قلبي، لو ليكي أي طلب أموري حبيبتي. شرف ليا والله إني أكلمك وأتواصل معاك. يا حبيبتي شرف ليا، تسلمي لي وسعيدة بسماع صوتك. اتفضلي. معلش خلاص. الله يخليكي يا رب. كيف معلش أنا بس مني طلب بسيط بس واحد. اتفضلي. عاوزه مكونات الزبده. من عيني. عايزه مكونات انهي زبده؟ اللي هي الزبده حضرتك انت قبل كده عملتيها باللبن الطازه، لبن البقري. حاضر فهمت، الزبده البلدي، الزبده الجاموسي يعني. حاضر. أيوة من عينيا، من عندي ومن عندي. أيوة. حاضر حاضر يا حبيبه قلبي.
شكرا ليك يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني، وإن تحية. شاء الله إن شاء الله الأهلي يجي منصور إن شاء الله بكأس العالم، وإحنا طبعا آمين. مش عاوزين غير بس الكأس، أقل من كده مش عاوزين، أكتر من كده وإن شاء الله يبقى منصور إن شاء الله. حياتي ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب العالمين. شكرا لحضرتك ولمداخلتك، والله أسعدتيني حبيبتي، واسمك الجميل ما شاء الله. انا بقلب بس من فوق لتحت اهو، خلاص انا بقى بما اني هسويها فيه. لا هو مظبوط عشان بس كله ياخد من بعضه، لا هو كده، وبعدين ابقى اصفيه، انا هنعمها والشويه اللي انا زودتهم دول اقدر اصفيهم بكل سهوله وارجع القوام كما كان. واحنا عملنا قبل كده لو حضراتكم تتذكروا الطعميه بتاعه الخلاط، الناس اللي ما عندهاش مفرمه والناس اللي ما عندهاش كبه وتقدر عندها خلاط بس تقدر تعمل الطعميه خليط ناعم كريمي زي بالظبط اللي بنجيبه من عند الراجل في الخلاط، ولكن هنحتاج بس شويه ان احنا نصفيها في حاجه قطن او فوطه قطن او دبلان زي اللي بنعمل فيه الجبنه القريش بس، وتطلع ناعمه وجميله، وعملناها مع حضراتكم عشان يبقى الموضوع بسيط وسهل. السمسم الابيض يا محمد اهو، مش عايزاه بس باقي شويه صغيرين اهم. بصوا خليط من تحت ناعم، هنجيبه ريحته طبعا حلو، نعناع رائع. معانا مدام غاده، اهلا وسهلا مدام غاده. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله، ربنا يخليكي، تسلمي. تسلمي حضرتك على كل اللي بتعمليه. الله يسلمك حبيبتي من كل شر يا رب. ميرسي، ربنا يخليكي. انا ممكن ابعت رساله عن طريق حضرتك لام اسلام؟ اتفضلي حبيبتي. هي ام اسلام انا حبيبتي اختي، وانا رقمها ضايع من عندي، فيا ريت يوصلها رساله عن طريق حضرتك. اتفضل. ماشي، نفسي اكلمها، وحشاني خالص والله. يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك، يا رب تكون سامعاكي دلوقتي. حاضر من عينيا. شكرا ليكي يا مدام غاده، والله شكرا لمحبه حضرتك اولا قبل اي شيء. شكرا ليكي يا فندم، شرفتينا ونورتينا. يا رب يا ام اسلام تكوني سمعتي مدام غاده ورسالتها. بصوا بقى انا هبدا اخد بقيه الشويه دول. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هصفي الخليط ده شويه هنا، شويه الميه اللي احنا زودناهم يعني عشان نخلط بيهم الخليط ما يبقاش فيه اي سوائل، وممكن اديله خلطه كمان، خطه كمان. بس انا بصوا بقى عشان هعملها في قوالب الكب كيك عايزاها يبقى ليها قوام، احنا النهارده عاملينها بشكل مختلف اهي. بصوا شايفين شويه الميه اهم، نفس ما عملنا بالظبط في الخاصه بالخلاط. انا عندي هنا قوالب الكب كيكس، سواء عندي الورق ماشي، ما عنديش الورق هدهن بالزيت عادي جدا كده هنا، بس لازم ادهنها كويس. وتحت هنحط شويه سمسم، الحمد لله بفضل الله لقينا السمسم اللي كان تايه مننا، كان هربان معرفش كان رايح فين. هنحط سمسم ابيض، ليه ابيض؟ عشان لو حطيت المحمص هيتحرق قوي في الفرن، وخصوصا ان هو واخد القاعده من تحت، وانا عايزاه ياخد التحميصه الحلوه. خلاص انا هشيل بقى باقي الورقات دول واخلي واحد كده واحد كده. خلاص اهو، ومن فوق كويس قوي. شكرا يا محمد. حط في باقي دول كمان شويه زيت عشان احنا ما حطيناش في دول اهو، حبه حلوين. بصوا كده هعمل كده، شايفين كده تحت، انا هسويها بقى وبعدين تتقلب.
خلاص هستسمح حضراتكم بقى عقبال ما اجهز ده، مش هحط اي حاجه الا لما نطلع لاستراحه بسيطه. نرجع بعد الاستراحه نستكمل مع حضراتكم وضع الكب كيكس الفلافل الجميله دي. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا انا عملت القالب، حطيت تحت السمسم يعني زيت وسمسم ني، وبعدين هناخد بقى ايه الخليط ده. تقدروا تنعموه لو عايزين في الخلاط عادي جدا، بس احنا هنا ايه هناكله في الخرفشه دي، بس عادي اللي عنده بقى عايز يضربه في الخلاط مفيش مشكله. احنا عملنا شويه على فكره وهنحطهم برده في القالب التاني. ده كده احنا عرفنا ان الحمص يفضل الحمص الايه اللي مش بلدي، وخلوا بالكم هو سايزات، يعني كل مقاسات الحمص ليه مقاسات كمان. الحمص ده مفيد جدا على فكره جدا، يعني عايزه اقول لكم مليان اوميجا 3، مفيد جدا لتصلب الشرايين اصلا، وكويس جدا للجهاز الهضمي. عايزه اقول لكم كمان حلو للعظم، بيعزز صحه العظم لان هو فيه نسبه حديد عاليه جدا وكالسيوم. بصوا اللي عايز يضيف بقى، يعني احنا طبعا في المصري بتاعتنا بنحط بيضه، بنحط بيضتين على حسب ما احنا عايزين. في السوري لا، ممكن نحط على الوش بقى شويه كزبره كده حب، ماشي تمام. بيصفولي بس بتاعه الخلاط اللي احنا طحنا شويه في الخلاط ويجيبوها. هنحط شويه ايه في القالب التاني. زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنرش من فوق رشه زيت. احنا حطينا تحت وهنحطه فوق كمان. هنا كمان ريحتها روعه. احنا عندنا بنسميها طعميه، يعني هي مصغر طعام، لكن الوحيدين في يعني اهل اسكندريه، تحيه لكل اهل اسكندريه الحقيقه، هم الوحيدين اللي بيقولوا عليها فلافل، وبصراحه احلى فلافل بناكلها هي اللي في اسكندريه الحقيقه. يعني فيها نسبه بروتين عاليه جدا الفلافل دي. بصوا بقى انا هاخد كده في طبق من الصغيرين دول، هحط شويه زيت امسح بس كده. معانا تليفون من ساجد، اهلا وسهلا. الو صباح الخير يا شيف. صباح الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. تمام الحمد لله، حضرتك منوره الشاشه والله يا فندم، منوره الشاشه النادي الاهلي. ربنا يبارك فيك يا فندم، شرف ليا والله، شكرا لحضرتك. معجب جدا بالكلام بتاع حضرتك والله يا فندم. الله يخليك يا فندم، كتر خيرك، تسلم لي، شكرا. طب حضرتك ليك اي طلب؟ وساجد ابني، انا اسمي معتز الهواري، بس كان اسمي ساجد ابني عشان بيحبك جدا، هو لسه 4 سنين. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، ربنا يبارك لحضرتك فيه يا فندم، يجعله السند ليك في الدنيا والاخره يا رب. البيتزا انا كمان ابني بيحبها جدا، وهم الاطفال في العمر ده فعلا بيتزا بالنسبه لهم يقدروا ياكلوا فيها كميات حلوه، عشان كده حط لهم فيها كل ما هو مفيد، ومش دايما نعملها بالدقيق الابيض بس، خلينا كمان نحط لهم الدقيق الاسمر ودقيق الشوفان، عشان تبقى الموضوع يعني ايه في برضو في فايده ليهم. ونحط بقى الحاجات الحلوه ازاي، يعني ازاي قولوا لي. طيب ما انا بعمل كده، حاضر 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 يا حبايب قلبي، خلوني بس ادخل دي بسم الله الفرن وهدي كده. انا عايزاها ايه حراره 180. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وتعالوا بقى هنعمل وصفه لطيفه عقبال ما نجيبوا بقى شويه الطعميه التانيين نحطهم في القالب التاني. شكرا يا محمد، ضربت دول وصفتهم، تسلم. حطهم لي بقى عندك على الكاونتر وانا هامله بيهم هنا. تعالوا نعمل وصفه حمص الشام في الشتاء بقى محتاج ايه نتدفى. انا هعمله بما انه بقى حمص بلدي وهيطلع عينينا، فخلوه بقى يتسلق. طبعا هو الافضل ان احنا نجيب نسبه الحمص ما يكونش اللي بياخد وقت كتير على الغاز، لانه الناس اللي عندها الغاز بيفرق معاها، والناس اللي عندها انبوبه مش غاز هتفرق معاها ان تقعد عدد ساعات طويل قوي تعمل شويه حمص الشام الحقيقه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما الجأوا للحمص الصيني
لو البلدي انقعوا 3 ايام، الحمص البلدي محتاج اكتر من 24 ساعه. اهو احنا نقعناه 24 ساعه، بصوا لسه عامل زي البلي، عشان كده هو ما اتضربش بشكل حلو، لازم خلاط. عشان كده الخلاط اتضرب فيه ناعم خالص، زادت الميه وبعدين صفيناه اهو. واحط شويه خضره كمان وشويه سمسم ونظبطها في البايركسايه الثانيه. فدي نصيحه مهمه جدا اهو، ده واحط كمان شويه من السمسم، شويه كزبره حب، وتعالوا بقى يلا نبدا ننزل مقادير حمص الشام. انا عندي ليه حمص الشام، عندنا حمص منقوع زي ما اتفقنا، وعندنا بصل مفروم ممكن تقطعه اربع ارباع، بس احنا عايزينه مفروم، عايزين الميه بتاعه الحمص الشام تبقى ليها طعم كده، اللي مش بيحبه في الميه يقطعه اربع ارباع ونشيله بعد كده. طيب عندنا ثوم مفروم، وعندنا جزر مبشور، وعندنا فلفل حار، وعندنا كوبايه من صلصه الطماطم، وعندنا عصير ليمون، ومكعب من مرق الخضار بيدي تيست وطعم. ودي قالها لي حد من الناس اللي هم بيبيعوا حمص الشام على الكورنيش، مش مكعبات مرق لحمه ولا فراخ، مكعب مرق خضار. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا بابريكا، وعندنا كمون، وعندنا ملح، وعندنا رشه سكر، وميه مغليه طبعا عشان نسلق فيها الحاجات الحلوه دي. خلاص انا بس بشيل شويه الريم دول كده من على الوش، طبعا بيكون اتغسل واتنقع كويس، ده بالنسبه للبلدي. لو الصيني هياخد معاكم ساعتين، هيستوي معاكم على طول لو حطيتوا كمان رشه من البيكربونات الصودا. طيب هاخد البصل، خليني عايزه اقل شويه الميه دول، هنرجع نزودهم تاني، هناخد من الميه دي بس بعد ما نضيف لها الاضافات عشان نعمل الخليط الحلو المشطشط الحاجات الحلوه بتاعته. بسم الله، عشان دي ميه زياده قوي. ايوه الحمص ده عشان تبقوا عارفين انا سلقاه نص سلقه مع حضراتكم او ثلاث ارباع سلقه، عشان الوقت على الهواء قليل، فانا الوقت مش هيسعفني يعني، عشان نبقى واضحين اهو. خلاص هنبدا نحط البصل، وهكمل بقيه السلق بتاعه وانا مع حضراتكم. البصل، الجزر، عايزه اعلي النار بقى شويه، الفلفل. هي عامله ده بالفعل يا نودي، بس هي لسه شويه عليها حبيبتي. وهناخد، انتي معايا لوزه صح؟ تمام. هناخد الصلصه، خلي الثوم ده مش هنحطه دلوقتي، هيبقى مع الدقه. دي الميه بقى اللي يتسلق فيها، يعني نسيبه يتسلق في وسط الحاجات الحلوه دي عشان يدي طعم حلو. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا. ازيك؟ حبيبه قلبي، عامله ايه؟ حبيبتي انت يا جميله. حبيبتي رشه كمون خفيفه مش كتير عشان ما يمررش مع السلق، حط الباقي مع الدق. ازيك يا مدام سميره؟ الحمد لله يا حبيبي، تسلم ايدك على حمص الشام ده جميل. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب وتعيشي، تسلمي. كل حاجتك هو جاي في وقته حقيقي. وعايز دفى شويه. ايوه عايزه اقول لك بابريكا كنت حاطه كتير، واقول لك على البسله. والله يعني جيتي في وقتك امبارح الحقيقه، حاولت ابتسم يعني ما ده من سوء حظي انا يا مدام سميره، والله احنا اسفين جدا بجد. لا يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يبارك فيك يا فندم والله، وشكرا يعني لمحاولات حضرتك الكتيرة بجد. تسلميلي. تسلم يا حبيبه قلبي. ماشي يا حبيبتي. بشكر حضرتك جدا لمداخلتك ولاتصالك يا حبيبتي، شكرا لحضرتك جدا. بصوا كده هبدا بقى البابريكا بتدي لون حلو، بتدي طعم حلو. انا بقى عايزه كل ده يستوي، اللي مش حابب البصل كده يا جماعه كل واحد على حسب.
قطعوه اربع ارباع، مفيش مشكله خالص، يعني قطعوه اربع ارباع وبعدين انشلوه ويدي بس الطعم وخلاص. عايز اقول لكم هو ريحته اصلا بقت حلوه. عايزين بقى نعمل الحاجات الخاصه بيه اللي هي شويه شطه. انتوا مش حاطين شطه ليه يا نودي؟ ها؟ هنحط مكعب الخضار، مرق الخضار اهو. لا احنا عايزين نحط شطه، شطه حمراء علشان الناس اللي بتحبه مشطشط. حبه، لا حبه حلوين، حبه شطه حلوين. وعايزين الايه، انا حطيت رشه كمون وحطيت مكعب مرق الخضار هنا، يدي طعم رائع مع المرق ده. والله بصوا ريحته اصلا حلوه، لسه بقى ولا عصير ليمون ولا حطينا اي حاجه ولا بقيه الكمون والدقه بتاعته مع الثوم اللي هنبدا بقى نضيفها ولا اي حاجه لسه. بسم الله. يبقى حطينا مكعب المرق بتاع الخضار، وحطينا الجزر، حطينا البصل، وممكن قرن فلفل كده متقطع ناعم قوي، ولو مش حابين عايزين تحطوا مكانه مثلا معلقه صغيره من الهريسه اذا حابين، يبقى الخليط كله حار ماشي، لو في اطفال بلاش، خلوا الحار يبقى بره يبقى افضل، نضيفه وقت ما نعوز. تمام يا محمد. الحاجات الحلوه اللي هنعمل فيها بقى الصوص. عايزين نعمل الصوص بقى يا ندى. يلا بص. بصوا بقى الجمال، هسيبها شويه تتغطى شويه اهو، هسيبها بقى شويه كده يغلي كده حبه حلوين. تمام، يا رب تبقى النار عاليه، خلاص زي الفل. وهنسيب الكمون، وهاخد كده معاه الايه، السكر ما تنسوش. هنحط بقى ايه، الكمون، ناخد بوله كده. بسم الله، ثانية واحدة يا قطايته. هنعمل بقى الكمونية الحلوة دي، هنعمل الكمونية اللي هي عبارة عن كمون. عايزين تزودوا كمون كمان، زود لي كمون شوية يا محمد. وعندي عصير ليمون. بصوا كده كمون، مية الحمص دي هناخد منها شوية هنا. لا 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 مش قوي كده، اوعي تعتمدي على كده يا ندى حبيبتي يا نودي. لا ده انا بقول انا هاخد شوية من مية الحمص الحلوة دي بالبهاريز، بالبهاريز هنا. وطبعا هي فيها نسبة ملح وكل حاجة لان احنا حطينا المكعب المرق. ممكن نصفيه لو عايزيه، بس لا 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 هو جميل كده يا ستي. على فكره تقدروا كمان تضربوا الجزر ده. بصوا جميله ازاي، ادي الكمونيه. هنحط معاها الثوم بقى، بصوا شايفين، يا نهار ابيض على الجمال اهو. طعم بقى، حطيت الكمون، حطينا كمون حبه حلوين، وليمون. هنحط بقى ايه، انا حطيت شويه ليمون، ممكن نزود شويه كمان. بصوا تعالوا بقى نعمل الشطه، تعالوا نعمل الشطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل بس شويه الميه دول ونعمل ايه، الشطه، ناخد شويه شطه حلوين بسم الله لمحبي الشطه بقى. نحط بقى، هنحط شويه، حطينا شطه، نحط ميه كمان من بتاعه، ابعد بقى شويه عشان النفس، وشويه ميه بقى عاديه خالص بعد الصوص ده عشان ايه اهو تبقى شطه مركزه. وربنا يستر مقص اوعى تجيب عليا استاذ ابراهيم دلوقتي استقربت، الوضع فيري كومبلكس. بصوا الطعميه هوريكم بصه بس اهي، هنحط في القالب التاني. بس بصوا عليها وهي بتستوي، هتاخد لون على الهادي، شايفين فلافل كب كيك. انا على فكره بهديها لاخويا لانه
حبيبي عشان الكبد هو محتاج ياخد حاجه فيها، بيحب الطعميه جدا بس يعني بيبقى يعني على عينه انه ما يقليهاش، فانا قلت بقى يعني عشان ايه نبقى عملنا حاجه كويسه. طيب بصوا شويه كمون هنا على الكمونيه، انا هستسمحكم بقى هصفي دول شويه وهقدمهم في الحاجات الحلوه دي ومع الشطه دي، وهستسمح حضراتكم في بريك وهسيب ده يستوي كمان شويه لسه، ونستسمح حضراتكم في بريك نوضب الدنيا كده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد البريك. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا احنا صفينا بقى، عملنا هنا بقمع كده صغير صفينا، حطينا هنا اهي الشطه كده تترج بقى كده قبل الاستخدام، نحط شويه في الكوبايه، وادي الدقه القمر او الكمونيه الحلوه اللي بنعملها فيها نسبه ثوم برده كويسه، وهنبدا بقى كمان بصوا كده على ريحه رائعه. طبعا انا هنا المفروض بقيلي شويه كمون تقريبا، محمد بينشني من كل حاجه ما بيسيبليش حاجه ابدا، اهم خلاص لقيتهم، ظلمتك، رشه كمون بس خفيفه كده بس عشان انا ما حطيتش في الاول، واخر مرحله معلقه السكر اهي، معلقه كبيره يعني معلقتين صغيرين، شكرا. قلب بقى تقليبه حلوه، اللوشات بتاعتي لو سمحت على طول، ايوه هنقلب وناخد ساره. اهلا يا ساره. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم، زي صحتك؟ ازيك يا شيفا عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، اهلا بيك. والله العظيم بحبك جدا، معجبه بيك قوي الصراحه. يا حبيبه عمري ربنا يسعد قلبك يا رب. والله العظيم انا من اشد المعجبين بيك. يا حبيبتي ده شرف ليا والله، تسلميني. كريمك كلك ذوق بصراحه، اكلاتك كلها ذوق. يا حبيبتي تسلميني يا رب، والله نتعلم منكم. يا رب يا رب باذن الله الاهل يكسب يا رب. امين. الاهل يا رب. امين يا حبيبتي، امين ان شاء الله يفرح قلوبكم جميعا. خليكي يا حبيبي. تسلميلي. قولي لي يا روح قلبي لو ليكي اي طلب. ممكن اشوف طريقة الكحك من عندي ولا عندي؟ عايزاه المحشي ولا ساده؟ لا لا عايزاه ساده. عايزاه الطريقه القديمه بتاعت جدي وجدتي ولا عايزاه على البارد؟ لا عايزاه على البارد. من عندي ولا عندي؟ حاضر حبيبتي من عيني، هقولها لك دلوقتي وانا شغاله، بس اسمحي لي ايه هقول، احنا النهارده في موسم الفول الحراتي يا جماعه، اللي عايز يخزن فول حراتي يجيبه فريش، بيتباع دلوقتي وده الموسم بتاعه، وعشان تحتاجوه ممكن تحتاجوه في رمضان، وهنعمل بيه حاجات كتير حلوه قوي قوي، فرجاء اشتروه خزنوا منه، هنعمل طريقه تخزينه في حلقه تانية، هعمل لكم يوم كامل في اصناف خاصه بالفول الحراتي رائعه، بيتعمل منه مقلوبات ورز، يعني بيتعمل منه كمان كشري الفول الاخضر، بيبقى جميل بالرز روعه، بنعمل منه مقلوبه، بنعمل منه اصناف رائعه، وبنعمل منه كمان تغميسات في رمضان يعني كفول. النهارده هعمل منه شويه فول جنب الطعميه دي. بصوا بقى هنزل المقادير وهوريكم الطعميه بعد ما اخذت الايه اللون الحلو ده. بصوا اهو ادي الطعميه، شوفوها هنطلعها دلوقتي، وهنصب كمان مع بعض الايه حمص الشام. تعالوا نقول عندي فول حراتي على حسب الكمية اللي حضراتكم عايزينها، عندي معلقتين من الرز، دول اختياري، حابين تضيفوهم ماشي، مش عايزين مش مهم، ممكن من غير. طيب عندي لتر من عصير الطماطم، معلقتين صلصة، قرنين فلفل حلوين بقى، بصلاية وشوية توم، كزبرة خضرة، عندكم كرات يبقى جميل، عندكم شوية نعناع يبقى روعة، نعناع أخضر زي ما احنا جايبين كده، شوية نعناع حلوين. طيب انا بسخن هنا قوي، عايزه اديها بس لون شويه الطعميه، ايه رايكم؟ فكروني بيها. طيب ماشي فكروني بيها. سامعاني بتك عسين. طيب يا حبيبي اهو انا زودت حاجه بسيطه، يلا بينا نبدا هنا ناخد شويه زيت. بسم الله. اللي بيتباع دلوقتي مجمد وبيبقى غالي شويه، فاحنا ايه احنا نقدر نجيبه في الموسم بتاعه، اسمه اخضر واحنا عاملينه في الموسم وجميل، نعمل منه كمان طعميه حلوه، عايزه اقول لكم بتتعمل معاها هي والبسله، بيبقوا الاثنين مع بعض في الكب، بس يبقى الخليط خشن شويه، حاجات اجنبيه قوي بس ادوقوا طعمه حاجه ثانيه. هناخد كده ايه، عايزه اقول لكم الفول الحراتي ده الناس اللي عندهم انيميا ده اكتر حاجه بتساعد على انتاج الهيموجلوبين في الدم، لانه هو ده اللي بيبعت الاكسجين لكل خلايا الجسم. تعالوا ناخد الكرات، وبيعزز المناعه جدا. بصوا شويه كرات، وادي شويه ثوم، بصوا عايزه اقول لكم مليان بمضادات الاكسده، كل الفيروسات والبكتيريا بيكافحها، بصوا حلو جدا لصحه العظم كمان. اخد رشه بقى من الملح والفلفل، يعني بصوا الطاجن ده مع شويه طعميه حلوين يعني
تكاد تكون نسبة الزيت فيها قليلة، الدنيا هتبقى جميلة جدا. هنعمل جنبها شوية سلطة كده حلوة برضو، يا رب الوقت بس يكفينا نعملها حلو. سلطة خفيفة، لو عندكم طحينة وعندكم شوية زبادي اعملوا طحينة بالزبادي. بصوا بنشوح التشويحة الحلوة دي مع رشة ملح وفلفل، حطيت الثوم، رشة من الكزبرة، الجفة عندي. حاضر يا حبايبي، هاخد رشة بسيطة بس بابريكا، مش هحط الباقي دلوقتي إلا مع الصلصة خلاص. وعندي هاخد ده، مش هقطع النعناع قبل وضعه، بس مكعب المرق الخضار، مرق خضار، مرق الخضار ده روعة. بصوا وهبدأ أضيف الفول الأخضر. الفول ده ليه مرحلتين، لو نزل في ميه سخنه وطلع تقدروا تقشروا الغلاف الخارجي، بس عايزه اقول لكم اصلا هو بيتاكل كده عشان فوائده. في ناس بتاكله كده مع الجبنه، بتحطه كده اخضر ويفصصوه يتاكل كده اخضر. بصوا واحده هربانه هنلحقها. ونحط بقى عليهم شويه الخضره. ايوه كده، ايوه كده، هو ده الكلام كده. الطعميه تمام، بسم الله. يلا بقى حمرشت حمشت شويه شويه كزبره خضراء كده، لونها بقى احلى، شوفوا الجمال. الله هنشيل بقى ده، رشه بسيطه بسيطه من الكمون، خفيفه قوي ما تكترهوش. هقلب كده تقليبه حلوه. عايزه اقول لكم الفلسطينيين بيعملوه بالكفر بتاعه، يعني بنفتحه زي الفاصوليا الخضراء كده ونشيل الخيط ويتقص ويتعمل بالسماء، ليه طريقه جميله جدا. تحيه لكل اهل فلسطين، ومن ضمنهم اصدقائي طنط عنونه وريهام ورشا وكل اصدقاء الطفوله، يعني كانوا بيجوا في الاجازات بننتظر اجازتهم بفارغ الصبر عشان نلتقي في الاجازه مع بعض. طيب هبدا انزل كده شويه من عصير الطماطم. طماطم جميله اليومين دول، حلوه قوي، تقدروا تخزنوا منها، رائع، عامله زي التفاح. يعني محمد جاب لي شويه طماطم كانت بالظبط تفاح مش طماطم. هنعمل كده بس شويه. بصوا شايفين اللون على فكره، ده طماطم ما فيش عليها اي حاجه، دي طماطم يعني حمراء جميله اهي. هنسيبها بس تغلي غلوه، وانا هحتاج معلش اخد معلقه سكر صغنونه عشان الحموض اهي، ربع معلقه سكر. الفول ده ممكن نعمله مقشور يا ندى، عشان كده انا قلت نعمل ايه في الفول. يعني انا شخصيا اخد الفول ده بنزله في ميه سخنه وعصير ليمون زي ما عملنا في البسله بالجزر لما جينا نخزنها امبارح، وبعدين بطلعه انزله في ميه ساقعه، خلاص بوقف تسويته. القشره بتبقى سهله ان انا اضغط عليها اطلعها، يبقى فول مقشور، يبقى انا خدت القلب اللي جوه الفوله وسبت الكفر الخارجي لو هيتعب بعض الناس في انهم ياكلوه. ما هو القشر، ما احنا اتفقنا دلوقتي في انواع فول مقشور، احنا نقدر نتحايل يا اما هنعمل الفول. اصل انت صعب ان انت تعملي الفول بتاعنا البلدي تشيلي تخلي قشرته، الا في الناس اللي بتطحنه، فبتطحنه بالقشر وبعدين تصفيه، صح؟ هي دي المرحله الوحيده انك تصفيه. بس بالنسبه للفول بتاعنا، بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي، جميل ازاي الحمص اهو، ريحه طبعا روعه. احنا دقنا الحاجات بتاعته، الله، حطيت رشة السكر طبعا. هنا بقى هاخد كام واحدة نعناع بس، اسمحوا لي كام ورقة بس احطهم ايه مع الخليط بتاعنا بتاع الفول، عشان ايه الورقة بس. هنعمل الصوص بتاع الفلافل اهو، حبة كده حلوين. النعناع الاخضر ده رائع، لا والله انتوا ضحكتوا عليا. يا سبحان الله، الوقت بيعدي معاكم بسرعه يا ولاد. الاوقات الحلوه معضوضه. ده بقى بيزيل الاحتقان بتاع الانف والحلق، النعناع الاخضر ده كمية بقى بيحتوي على مضادات للبكتيريا
عايزه اقول لكم ده بيساعد على تحفيز كمان افراز انزيمات الهضم، عشان كده اقول لك ايه حلو للمعده. وعايزه اقول لكم كمان من الحاجات اللي بتمتص المعادن وال المعادن من الجسم، ويعني بيخف شويه من اعراض القولون العصبي. بصوا كده ممكن نزود شويه ميه صغيرين سخنين، هنحط في طاجن ممكن في الفرن شويه. عايزين بقى تدخلوه الفرن، عايزين تسيبوه. انا هنقل دلوقتي النار، اسمحوا لي بقى هرفع ده وهجيب ده هنا، وهنبدا نصب الايه الحمص الشام. ممكن بقى ايه، عايزه اجرب بس دي اطلع واحده عشانها سخنه قوي. ثواني يا حبايب قلبي عشان نطلع واحده كده حلوه. فين البتوع الرابر يا ولاد؟ بصوا هجيب بس الطبق نحطها عشان السمسم يبان اهي. الورده دي قمر قوي، مين اللي عمل الورده الحلوه دي؟ حبيبتي يا ندى والله دي جميله، والله جميله نوجا دي. والله يا سلام، لمسات مهمه اهي، طعميه حلوه قوي. احلى حاجه ان هي خفيفه بس ما يبقاش فيها نسبه زيت، اهم حاجه كتير. إيه عايزين بقى ايه؟ بس حاجه رابر، حاجه رابر، حاجه رابر. عايزين تقولوا لي ايه بقى؟ ها نحط واحده طب وشها، ها تبقى باينه حتى. وعايزه اصب حمص الشام، وزايبه هنا الفول الحراطي. الله صح، ما انا بس لازم احط لكم واحده كده يا نوده، التاتش بتاعي معلش. ده كفايه الكلمه اللي انت قلتيها يا ندى، والله التاتش بتعطيش الجيم. كده يا نودي، ما انا دي هتاخد مني وقت يا ولاد، ما لازم تهدى. لا خلي دي بقى كده، معلش ناخد واحدة تانية. عايزة أصب بس الحمص الشام. أيوة روعة. ما تيجوا حد منكم يجي يا جماعة يسلك الموضوع ده يا ندى، عقبال ما أنا أصب بقية الحاجة. يعني مشاركة حلوة برضو، ايه جميلة وانت قاعدة هناك. تعالي يلا تعالي دوقي وساعدي، يلا انا هحطهولك بعيد يا مامي سخنة. يلا ونصب بقى احنا الحاجات الحلوة دي في الكبس اللي ورا. مهم قوي نجيب كوبايات بلاستيك عشان نحط فيها الكوبايات الطويلة دي. لا مش عشان كده يا ندى. اللوش يا محمد بعد اذنك، اذا تكرمت هنا. تسلم ايدك، شكرا جزيلا. هناخد كده شويه من ايه، نصفي الاول، ناخد شويه كده في القاع من الحمص. بسم الله كده كويس ولا زود شويه؟ كده حلو كده. طيب تمام ماشي حاضر. ما لسه استنوا، مش هنحط شويه من الدقه والحاجات؟ كده خليني اقول لمخرجنا ابراهيم حمد لله على سلامتك يا ابراهيم، وبعد الشر عنك بجد والله حقيقي حقيقي، ربنا يسمعني عنك وعن كل الموجودين كل خير، وعن الساده المشاهدين كمان. تقريبا مش عايزه اسمع. تسلم، انا بس عايزه اشيل دي معلش.
شطة شطة يعني. أنا لعبت فيها لعبت فيها. اللي هو أنهي نور عيني. طيب ثانية واحدة بقى نحط من دي. أوبا عالجمال. نهار أبيض حلو قوي صح؟ ناخد بقى من الصوص. حاضر هاخد بس دي هنا. بسم الله ليكوا يا أمامير. واو ذوقوا بس طعم حمص الشام ده. اللي عايز الجزر يعمله قطع وبعدين يبقى يصفيه براحته برضه، بس هو وهو مغلي مدي طعم تحفة تحفة. حاضر على الوش. بسم الله بصوا الجمال. حاضر يا نور عيني. وهنقدم كمان الفول. يلا بينا هنشيل دي بقى خلاص. هظبط لكم دي تتحط بعد اذنكم. تعالى يا محمد بقى انت قدم الحاجات دي هناك. يلا عشان نكسب وقت. ايوه حاضر. ايوه هحط يا حبايبي. ايوه ثواني يا حماده. كده طيب. حاضر يلا بينا نحط ده هناك. ومع الحاجات بتاعته القمر. طيب ممكن بقى نصب دول. حط بقى الطبق ده هناك يا محمد. والفول الاخضر هنحطه في طاجن وهيبقى على دخول الفرن. هوري بس حضراتكم شكله النهائي في ثانيه اهو عشان تبقوا شفتوا شكله. يدخل بقى الفرن شويه حلوين كده وذوقوا بقى طعمه وقولوا لي رايكم. بسم الله. طاجن فول اخضر رائع. حاضر ودلوقتي بقى هنستعد عشان نستقبل الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم ان شاء الله بعد الاستراحه.